يوم واحد فقط يفصلنا عن مغارة الحجيج التشاديين إلى الأراضي المقدسة لأداء فرض الحج، بحيث أن الدفعة الأولى ستغادر إنجمينا يوم السبت 4 أغسطس 2018. لذلك فإنه لابد من الإشراف الجيد على هؤلاء الحجيج كي يقوموا بأداء هذه الفريضة من دون عوائق، ذلك من البداية وحتى النهاية. هذا وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، لذلك فإنها قد أقدمت على تنظيم هذه الورشة التدريبية لمختلف أعضاء بعثتها التي ترافق الحجاج، حيث نجد أولا أعضاء لجنة المرشدين والمرشدات التي يقع على عاتقها توجيه الحجاج في كيفية أداء مختلف مناسك الحج، لجنة التنظيم المكلفة بعملية نقل الحجاج هناك، وكذا الإيواء بالأراضي المقدسة كانت أيضا ضمن المواضيع التي تم التطرق إليها خلال مناقشات الورشة. كما ناقشت الورشة مهام لبعض المشاركين من تقديم أسئلة استفسارية حول بعض الأمور المتعلقة بأداء هذه الفريضة، استفسارات رد عليها أعضاء لجنة المرشدين والمرشدات. إذن مشاهدينا الكرام، كما ذكرت عنيفا معنا في الاستديو الجنرال إدريس دوكنيا الدكير رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والأمرة. مرة ثانية مرحبا بك جنرال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا جنرال، يعني يشرفنا أن في النشرة وتحدثنا عن الاستعداد لموسم الحج للسنة دي. طبعا في البداية أعلنتم أنه يعني من المتوقع يكون 4000 من الحجاج الجادين، ولاحظنا أنه العدد طبعا زاد وصل إلى 5200، فكيف تعاملتم مع هذا العدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما كلمت صحيح، الحج لما بدينا كان زي ما تعرفوا الكوتا بتاع تشاد هو 9000 فقط النسبة لانتوم. لانتوم لكن دائما في السنين الفاتت ما فيش يوم نهنا ودينا 9000 حجاج، والسنة الفاتت كان الحجاج هم 4700. الناس اللي تقدموا للحج دائما عندهم أقل، عشان كده نحن ما دايرين نشيل الريسك. قلنا السنة دي خلينا نشوف نشيل 4000 وبعدين نزيد. أيوة. المشكلة لما شيل 3 الزيادة المشكلة تكفي كوسيون دول. أيوة. الفلوس كتير تكفي. أيوة. لما بعدين ما عندك حجاج الدمان كمان ما برجع عليك. أيوة. عشان كده مشينا في 4000، لكن زي ما كلمت لقينا 1200 حجاج زيادة، والحمد لله من قريب أسبوع نحن شوية حزنانين عشان ما عندنا حلل عشان نودي 5200. والحمد لله اليوم كان الرئيس الجمهورية بجهوده، كان المدير الأمن للخطوط الإثيوبية كان جا هنا، والحمد لله الألف زيادة ممكن نقدر نود معانا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن ده بشرة طبعا للحجاج، وطبعا أكيد تعبنا قبل قليل يعني في مقابلة مع رئيس الجمهورية. أكيد طبعا بخصوص يعني نقل الحجاج الجاديين واستقبالهم في الأراضي المقدسة في المدينة ثم بعد ذلك في مكة، أيضا يعني في نظرك ما في مشاكل؟ لأن الآن ضمنتم أنه ممكن تنقلوا كل عدد الحجاج الجاديين، ومن المفترض طبعا السبت يكون أول رحلة مشكلة إن شاء الله. كيف التجهيزات هناك مثلا في المدينة استقبال؟ لا لهين، حتى زي ما كلمنا السنة الحمد لله بدينا بدري الحاج، السنة بدينا من شهر 7. نعم. ولحد اليوم الحمد لله ما عندنا أي مشاكل في التنظيم. نعم. والرئيس نائب رئيس بتاعي من أسبوع الفاتت رسلنا في مدينة عشان يشوف عندك عشان يتقابل الحجاج الأول يمشي يوم 4 زي ما كلمت. نعم. يوم 4 يوم السبت الحدود الأول يمشي، ومش زي السنين الفاتت اليوم رحلة في بكرة رحلة ما في، لا قلنا يوم 4 فيها رحلة الأول، يوم 5 فيها 3 رحلات، يوم 6 2 رحلات كل الحجاج لحد يوم 14، ما هنا في 10 أيام كل حجاج التشادين ممكن يكونوا في مدينة، وبعد منهم يأخذ عندك 3 أيام ومن مدينة كمان يسافر على على مكة إن شاء الله. السنة ما عندنا أي على هين ديجا عندنا كل السلوت بتاع عشان كده ان شاء الله ما فيش مشاكل كتير ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. ولكن السيد جنرال طبعا بصفتك كرئيس اللجنه الدائمه للحج، انا كنت في الاراضي المقدسه وتقريبا انتم ايضا لاحظتم يعني كل عام الحجاج الجاديين بلقوا مشاكل كثيره في الاراضي المقدسه. طبعا انت ضمنت لنا انه ان شاء الله الحجاج الجاديين كله يعني ينقلون في وقت محدد.
لكن هل ما توقعتم الصعوبات والمشاكل ممكن الحجاج يواجهوها هناك، مثلا في الإقامة والتنقلات لمكة، وحتى المرشدين الناس اللي بوجهوا الناس أيضا غالبا في إشكاليات، فما فكرتوا في نبدأ بالمرشدين والمرشدات؟ نعم. زي ما تعرف سنين الفاتت الناس يلقوا مشاكل عشان هم ذاته بدور المشاكل، لما دا يستهل المشاكل ما في مشاكل. نعم. النظام هو الحجاج، الميزانية كان نخطل في الحجاج أي ما شابيت معنا أي ما فلوس نشوله منه لشغل واحد لخدمة، معروف للخدمة. لما أنت تشيل الفلوس وما تخدم الحجاج واجب الحجاج يلقوا صعوبات. نعم. السنة زي ما كلمنا إن شاء الله ما نلقوا صعوبات كثيرة، عشان شلنا بالنسبة للطوئية بدأنا بدري من شهر رمضان كان ندو طوئية للناس. وبالنسبة للمرشدين والمرشدات كان سنين الفاتت بيشولوا بس نساء واحدة وعشرة مرشدين، اليوم إن شاء الله الحمد لله 26 مرشدين ومرشدات، يعني زدتوا عدد المرشدين. عدد المرشدين عشان شغل دين مش سياسة. نعم. عشان كده كلمنا كل المرشدات ومرشدين عشان يعملوا دورهم، كان سنين الفاتت الناس ما بعملوا دورهم. صح. وحتى الناس الأمني شلنا بزيادة، الناس الدكاتير شلنا بزيادة، وكل شيء وفرنا عشان في مليون وألف وعشرة آلاف نقصنا الأسعار لكن وفرنا الخدمات. الخدمات عشان ده إن شاء الله لما نمشي في الطريقة الحسنة هنا ماشيين الحجاج ما يلقوا أي صعوبات إن شاء الله. كنت دار أسألك في نفس الموضوع لكن ما أعرف، أنت ذكرت قبل كده في جديد في السنة دي في الخدمات، فما أعرف هل الشيء ذكرت له ولا، لأن في ميناء أيضا في مشاكل أحيانا بالنسبة للحجاج في المخيمات مثلا الفرشاد، وفي مشاكل زي ده. السنة زي ما كلمت خيرنا الحاجات عشان في نبدأ من مكة. في مكة كان الحجاج يدوم بس معيش واحدة، السنة ندوم اثنين فطور والعشاء في اليوم الواحد. نعم. في يوم العشاء. في ميناء الحمد لله ندوم في الخمسة يوم ندوم ثلاثة معيش، الفطور خده وعشاء في خمسة أيام في ميناء وفي في عرفة. في ميناء شلنا للحجاج المطلاء الفرشاد الفرشة كل شيء وفرنا عليهم. جميل. وحتى شلنا نسوان تشادين هناك عشان يسووا أكل تشاد للحجاج، وإن شاء الله لما قدرنا المشكلة الكبيرة كيف نقدر ندمن، لأن ناس المقيمين عندك التشادين قاعدين عندك دائما يجوا يسووا بلبلة في الـ في الـ في المخيمات الحجاج. نعم. حتى الكلماتيزيرات كان ناس بأجروا واحد كلماتيزير لعشرين حجاج، السنة زدنا سوينا واحد كلماتيزير لعشر حجاج ده كلنا إن شاء الله. حتى الحمامات زدنا، والحمامات بتاع النساء فرغنا من الحمامات بتاع الرجال، إن شاء الله عملنا جهود عشان نتمنى لكم التوفيق. ولكن يا جنرال أنا أيضا لاحظت شيء، عندما كنت هناك من حجاج شاديين يعني في الفنادق، عندما بس بالذات في مكة الحجاج شاديين أحيانا زي ما ذكرت يعني في ناس مقيمين هناك في السعودية يكونوا في مكان الحجاج في الفنادق بالذات، تلقى الحجاج ما عنده أماكن، فهل المسائل أيضا فكرتوا فوق؟ لا فكرنا، السنة كل الحج تشادي ندو توقيع قبل ما يمشي هناك، الحج ما تقدر تسوي بسرقة. نعم. لما أنت هاج أدينا كل واحد براسيلي باسمه، والبراسيلي يكون لون بتاع رحلة بتاعه وكل شيء، الباج سوينا باج سيكوريزي ما هناك في الباج نحن وقعنا وأدينا حتى الرقم بتاع الباسبور بتاعه بكود بار قاعد في باج، عشان كده قلنا الناس السيكوريتي نودوه قدام قبال ما الناس يجوا في المينة في الخيمات، نحن نشوف الخيمات يكون فادي. حتى في مكة زي ما قررت كل الحاجات اللي كانوا في سنين الفاتت شلنا اكزامبل، عشان كل ما مشكلة فيها جبنا له رد، عشان كده السكن في مكة نحن ما نسكنوا الحجاج، سيد البيت اللي كان نحن أجرنا منه هو يسكن الحجاج، عشان كده نحن عايزين الأربعة آلاف حجاج يسكنوا، الحين بقي خمسة آلاف، والخمسة آلاف حجاج يسكنوا في مكة لازم يسكنوا إن شاء الله. إن شاء الله. ما أعرف لو إنك كلام مهم دار مشان توجه للحجاج والمشاهدين. لا إن شاء الله الحجاج التشاهدين حجا مبرور ساهيا مشكورا ملا ساهيا مقبول، لكن الحاجة المهم جدا خليه بتعبه كل التوصية كان هنا قاعدين نوجه عليهم، عشان ديجا كلمنا كل يوم قبل الرحلة أدينا موايد في المحل ندوم توقية، التوقية دائما يكون مستمر وقسمناهم بفوج، لازم أي ما واحد يتابع للفوج، وإن شاء الله الحج السنة يكون
أحسن من السنين الفاتت إن شاء الله. إذن إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وللحجاج كما ذكرت أن حجا مبرورا إن شاء الله، وسائل مشكورا وذنب مغفورا. ما تنسونا دعواتكم، ونسأل الله التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا جنرال إدريس دوكيني الدكير رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، وقد أجاب على تقريبا كل الأسئلة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله.